من ضمن الاسئله عاوز اقول لكم تجربتي او تعليقات في العمل في بنك كيو ام بي. انا بقالي سنه في اوت سورس شركه خارجيه بس جوه البنك في قسم الاوبريشن. اكتسبت عاوز اقول لكم خبرات عظيمه جدا جدا، فهمت السايكل بتاعه الشغل كله. عاوز اقول لكم بنك كيو ام بي من البنوك الثقيله والمحترمه، بيعلم جدا خاصه في المشاكل العاديه بتاعه الشغل كتير وضغط الشغل، انما اللي بيشتغل فيه حقيقي بيكتسب معلومات كبيره للغايه. الحقيقه دي من ضمن الحاجات اللي لازم اقولها لكم، ان فعليا بنك كيو ام بي من البنوك اللي فعليا كبيره في السوق المصري، وفعلا في ناس بتعلمك الشغل المصرفي بطريقه مظبوطه. اسم كيو ام بي كمان من الاسماء الكويسه في السي في لو انت حابب تروح اي مكان تاني. لكن طبعا المرتبات والارباح مش زي بنك السي اي بي، يعني اقصد او البنوك الحكوميه لو هنقارنها بالمزايا الاخرى زي الخاصة بالشقق والقروض والكلام ده، ولكن ما زال بنك كيو بي من البنوك الكبيرة، ودي من ضمن الأمور التي يجب أنك تأخذها في الاعتبار. ده حتى راجل يعني أوت سورس وتعلم، فده دليل أنه كمان مش بيخبوا الشغل على العاملين في مجال الأوت سورس أو الناس اللي هم من شركات خارجية، ده حتى هم دول بيشتغلوا. وكمان أنا قابلت أكتر من حد شغال في كيو ام بي بيشكر جدا في هذا الموضوع، لكن طبعا في ضغط شغل والمرتب والأمور دي ممكن تكون بالنسبة لهم مع الظروف الاجتماعية صعبة، ولكن ما زالت مدرسة قوية أنصح بيها للعمل.